سهل باش الفلات من العقاب اللي هو قانون اللي قاعد عم يرجعنا السراق. وجهنا الدعوة لكافة المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات، واليوم دعينا لوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، وتكون من أهم طلباتها هي عدم تمرير قانون المصالحة. شباب تونس اليوم في هذا العدد القليل، هذا العدد اللي ينفع الشعار ذات يوم إن عدتم عدنا، إن عدتم عدنا، إن عدتم عدنا، إن عدتم عدنا.